أهلا بكم مشاهدي الكرام، هذا موعدكم مع نشرتنا الثقافية المسائية ليوم الجمعة 12 أبريل 2019، وأبدأها معكم بالعناوين. بيت الشعر في نواكشوط ينظم أمسية شعرية ضمن مشروعه الأدبي المستمر تراتيل الأصيلة. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو تحصل على جائزة محمد بن راشد للغة العربية عن فئة أحسن مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها هذا العام. الثقافة الشعبية الموريتانية أي حضور للأسطورة وصورة المغيب في المخيال العام للمجتمع. أهلا بكم. ضمن مشروعه الأدبي المتواصل تراتيل الأصيل، احتضن مقر بيت الشعر في نواكشوط يوم أمس أمسية شعرية جديدة استضاف فيها شاعرين قدما لجمهور القصيدة نماذج متعددة من تجربتهم الشعرية في قضايا وهموم مختلفة. نتابع التقرير التالي. أمس في مقره أمسية شعرية ضمن مشروعه الأدبي المتواصل تراتيل الأصيل، أحياها الشاعران محمد رضا بلول وجابر محمد المصطفى بحضور مدير بيت الشعر الدكتور عبد الله السيد وعدد من الأدباء والشعراء وجمهور الكلمة والإبداع. الشاعر محمد رضا بلول عبر في قصائده على منبر بيت الشعر عن تجربة شعورية موحية وإحساس كبير بروح الشعر. أين الحمام الذي غنى بساحتنا أنشودة الماء إيقاعا نرتله؟ أردى صراخ القوافي فأر مأربها لم تأتي من ولد إلا ويقتله، وتقذف الجمر في البستان مزنته تضفي عليه يديها ثم تشعله. وعلى صهوة القصيد أيضا جاء الشاعر جابر محمد المصطفى وهو يحلق بعيدا في وادي عبقر. من خطوة الليل إذ أمشيه أرتعد، من لحظة حار في استيعابها الأبد، من رنة زفرت في كف عازفها أو صورة غاب في تأويلها الجسد. الدكتور عبد الله السيد مدير بيت الشعر تحدث في تصريح خاص لقناة الثقافية عن هذه الأمسية الشعرية وقال: هذه الأمسية هي أمسية ثقافية من الدور العادية لبيت الشعر من أماسي هذا الشهر، وشارك فيها شاعران، أحدهما شاعران الشاباني، أحدهما من مواليد 99 والآخر من مواليد 94، وأحدهما من خريج المحاضر ويقرض الشعر على مستوى القصيدة العربية في قوتها، والآخر من طلاب الجامعة في قسم الاجتماع. تقديرا لجهودها في نشر وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أوساط عديدة بالعالم الإسلامي وخارجه، حصلت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو على جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وذلك عن فئة أحسن مبادرة لتعليم اللغة العربية ونشرها في صفوف غير الناطقين بها. أعلن مؤخرا في دبي عن منح جائزة محمد بن راشد للغة العربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في فرع أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وحسب بيان للمنظمة، فإن الجائزة منحت تقديرا لجهودها المتواصلة وبرامجها الكثيرة التي نفذتها منذ إنشائها عام 1982 وحتى الآن للعناية باللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها وتدريب معلميها وإنشاء المراكز المتخصصة لتعليمها وتوسيع استخدامها في أوساط المسلمين خارج العالم الإسلامي وإصدار الكتب والأدلة المتخصصة للمعلمين والطلاب وغير ذلك من الجهود التي تميزت بها المنظمة في خدمة اللغة العربية. وتسلم جائزة الإسسكو للغة العربية في دبي نيابة عن مديرها العام الدكتور أحمد سعيد والدبا مدير إدارة التعاون والعلاقات الخارجية في المنظمة. وفي حوار سابق المدير العام للإسسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري مع قناة الثقافية الموريتانية في مقر المنظمة بالرباط، أكد التويجري على اهتمام الإسسكو باللغة العربية ونشرها كواجهة حضارية وثقافية لكل العربي والمسلمين. نهوض أي أمة
يجب أن يؤسس على تعليم جيد. نعم. ونحن نعرف أن عصر الازدهار الحضاري بالنسبة للأمة الإسلامية كان عصر ازدهار المعرفة والعلم ونبوغ كثير من العلماء المسلمين من أقطار شتى يجمعهم الإيمان في هذا الدين العظيم، وتجمعهم اللغة العربية التي بها عبروا عن إبداعهم وعن فهمهم وعن نظرتهم للحياة. ومن هذا المنطلق في الإسوسكو لدينا استراتيجية لتطوير التربية في العالم الإسلامي وبرامج مخصصة لدعم جهود الدول الأعضاء في تجويد التعليم وتطويره لكي يواكب متغيرات العصر واحتياجات العصر. الثقافة الشعبية الموريتانية لها أسس ومقومات عديدة ساهمت في نشأتها وتطورها وإغنائها بموروث حي من القيم والرموز والأساطير المحكية في الذاكرة الشعبية، إضافة إلى صور أخرى راسخة من التراث الذي يعبر عن أشكال عديدة من حضور ما يطلق عليه بعض الباحثين المختصين بالصورة المغيبة في المخيلة الشعبية الموريتانية، مثل صورة المغيب في المخيلة الشعبية. إذن هو يعني مثل أساطير الجن والإنس وحكايات الحيوانات والتجنيد في الموسيقى التقليدية وأطياف أخرى مؤثرة في المخيال الشعبي الموريتاني في هذه الربوع من تيرس إلى ولاتا. نتابع. في فضاء هذه الصحراء الموريتانية بين الوهاد والجبال والسهول تسكن أطياف الثقافة الشعبية الموريتانية بين حبات الرمال وعادات وتقاليد الإنسان والمكان. إنها منظومة من التصورات والقيم الثقافية الراسخة في هذا المجتمع منذ القدم، منها ما هو مادي محسوس كفنون العمارة والنقش الحجري، ومنها ما هو تراث لا مادي مثل الموسيقى التقليدية والألعاب الشعبية وإشكال التعبير الشفهي في الأدب والشعر والرواية الشعبية. لكن ما هو جدير بالملاحظة في هذا السياق الثقافي العام هو حضور الأسطورة بأبعادها المختلفة في المخيلة الشعبية والصور المغيبة بشكل عام في ذاكرة موروث الشعبي متنوع ظل في هذه الصحراء الواسعة يتعاطى مع أنماط متعددة من أساليب العيش وطرق التفاعل والتأثير مع روافد اجتماعية وثقافية وأوضاع اقتصادية عايشها في فترات طويلة من الزمن في هذه الصحراء التي كانت بالنسبة لساكنتها عبر القرون مصدر إلهام وانسجام. في نفس الوقت سواء أخذت الأرض زخرفها أو زينت بتهاطل الأمطار بواد غير ذي زرع إذا خيم الجفاف على البادية وحياة الناس. في وقت ما كان بن عمير في سفر، تقول الأسطورة عنه في رجوعه جبار صخرة ثانية هون موجودة اللي هي فلكلك، عن خلق شجار ما بين بن عمير وفلكلك، وعاد فلكلك 50 كيلو من هون عقب الشجار، ومشى بن عمير وولاده 7 كيلوات من عايشة واللي تشوفوه في هذا الاتجاه. والأسطورة شيء أما كانت ابتكار من السكان المحليين. ومن أهم الكتب التي بحثت في الثقافة الشعبية الموريتانية ومصادرها المختلفة كتاب معقول لا معقول في الوعي الجمعي العربي، صورة المغيب في المخيلة الشعبية الموريتانية، نموذجا لمؤلفه الدكتور محمد لحظانة رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. وهو مجلد ضخم يبحث في صفحات ومراحل عديدة من تاريخ الثقافة الشعبية الموريتانية، ويقع في 746 صفحة من الحجم الكبير، وصدر في طبعته الأولى عام 2002 عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وهو أول عمل يحصل على جائزة شنقيط في مجال الأداب والفنون عام 2001. ومن أهم القضايا التي يبحث فيها هذا الكتاب صورة الجن في المخيلة الشعبية الموريتانية وأهم الأساطير المتداولة والمؤسسة للخيال الشعبي الموريتاني العام أدبيا واجتماعيا ودينيا كذلك. إذن صورة المغيب في المخيلة الشعبية موضوع نستضيف لكم فيه الدكتور محمد اللحظانة رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وأول حاصل على جائزة شنقيط في مجال الأداب والفنون عن كتابه معقول اللا معقول، وهذا غلاف الكتاب.
معقول ولا معقول صورة المغيب في المخيلة الشعبية الموريتانية نموذجا؟ إذن دكتور محمد الأحوان، أهلا بك. والسؤالي الأول لك، الثقافة الشعبية الموريتانية بنية اجتماعية واسعة الأبعاد والدلالات، ما هي الأسس والمقومات الأساسية لهذه الثقافة الشعبية بنشأتها وصيرورتها التاريخية؟ شكرا على هذه الاستضافة الكريمة من قناة ثقافية التي نعول كثيرا عليها في مجال الثقافة والأدب وخدمة الإنسان وبنائه في هذا المجتمع الذي يحتاج إلى بناء الإنسان قبل بناء أي شيء آخر. في حقيقة الأمر الثقافة الشعبية الموريتانية تقوم على الحياة، هي نوع من، نحن نسكن في أرض واسعة، صحراء خالية، ولذلك عمرناها بأخيلتنا وأفكارنا وأدب وآدابنا، فهي نوع من إعمار المكان. ما لا نستطيع إعماره بالأشياء المادية أعمرناه، عمرناه بالفكر وبالأساطير وبالحكايات، حتى أصبح كل شيء يعني له كيان وهوية، وأصبح لكل مكان أيضا معماره الخاص وما أعمر به من أشياء. هذه الثقافة يمكن أن نقسمها إلى مجموعة من الأسس بعد وجودها، لأن هي أنتجها العقل، وأنتجتها المخيلة، وأنتجها الإبداع الإنسان نفسه، وهي ثقافة تعويضية بالأساس، لأنها تعوض الفراغ في المكان بالكلام وبالأفكار وبالحكايات. فلكل شيء، فكل جبل أو كل شجرة أو كل شيء له يحيط به من الحكايات ما يجعله يعج بالوجود. هذه الثقافة يمكن أن نصنفها إلى مجموعة من السلال أو من المجموعات التي يمكن تصنيفها في وحدات. ثمة وحدة ما يسمى بالمتخيل الشعبي المتعلق بالمغيبات الشعبية، وهذا الجزء الأول من مشروعي على الثقافة الشعبية، ويتعلق بكل الأفكار التي تتحكم فيما يجري حسب المخيل الشعبي. أنا لا أتحدث عن المغيب الديني، إنما أتحدث عن المغيب المخيل الشعبي. مثال مثلا كما تحدثتم عن الفأل، عن ما يسمى بالتشوام، يقولوا له التشوام، ما يسمى بالفأل الخير وفأل الشر وفأل كذا وفأل كذا، ما يسمى بالحيوانات اللي مثلا الحيوانات والأشياء التي يتشاءم منها البعض ويتفائل بغيرها من الحيوانات وغيرها، وهذا جانب. هذا الجانب مهم جدا للمسائل الأخرى، السلال الأخرى أو الفئات الأخرى من الثقافة الشعبية، لأنه يتحكم فيها. فكل حادثة بارزة في الحياة يتحكم فيها حدث ما في المغيب الشعبي. مثلا شخص أصبح صوته جميلا أو أصبح شاعرا مبدعا وكذا، لأن ثمة تدخلا ما من رأي أو رئي غيبي جني أو كذا، أو من حجاب أو شيء من هذا القبيل. يعني يعاد هذا التميز يعاد هذا التميز لما ما سوى الشخص أو ما سوى المشخص. الفئة الأخرى هي فئة الجماليات الفنية، الجماليات الفنية كالموسيقى والرقص والزخرف وما إلى ذلك. الفئة الثالثة فئة الجماليات الأدبية، معناها الغناء والتبراع. والفئة الرابعة فئة الحكمة، وهي الأمثلة والحكايات التعبيرية، الحكايات المعبرة عن الحكمة وما إلى ذلك. ثم تأتي أخيرا الأساطير. لماذا هذه المغيبات يعني تدخل في إطار يعني الحكمة والحكايات يعني؟ لأن المظاهر لإنتاج إنتاج المعرفي لأي شعب أو الإنتاج القولي لأي شعب، الأدبي أو الفكري وما إلى ذلك، يتحدث عن مضمون، وهذا المضمون يتعلق بالعقل، فهو تحرير
الكلمة أو تحرير الكلمة، لكن نتيجة الوعي نفسه، الوعي هو الذي ينتج هذه الأشياء، ينتج الكلمة، فتصبح الكلمة، فتصبح الكلمة موجودة وتعبر عن هذا الشيء، وتعبر عن هذه الفكرة. طيب أنتقل إلى السؤال الثاني، وهو يعني الموسيقى التقليدية أرزوان من أهم سمات ودعائم هذه الثقافة الشعبية على أوتار تيدينيت وأردين، ما هو التأثير العميق لهذه الموسيقى التقليدية في كينونة الفرد والمجتمع؟ طيب، الموسيقى الموريتانية فن، ومعنى أن تكون فن أنها ليست فولكلورا، وهذا شيء مهم عند الدارسين الأنثروبولوجيين. الفولكلور هو ما ينتج ولكن لا يستعاد، أما الفن فهو الذي ينتج على أسس وقواعد جمالية معينة ونسب جمالية، وهذه النسب الجمالية هي التي تعطي للنغمة أو الملحون أو اللحن، تعطيه اللحن هي التي تعطيه جماليته. هذه القواعد قائمة على أساس نوع من الذوق الجمالي والرؤية، رؤية النسب العميقة في العقل للتذوق. هذه النسب عندما تتحقق في جمالية فنية، سواء تعلقت بالعزفي أو بالصوتي أو بالرقصي أو بالزخرف، تصبح فنا. هذا هو معنى الفن. الفن الموسيقي الموريتاني فن متكامل، بمعنى أنه يقوم على أساس التآخي ما بين المقامات السباعية في الموسيقى الموجودة عند الأوروبيين والموجودة عند العرب أيضا، والمقامات الخماسية الموجودة في مناطق أخرى من العالم، موجودة في إفريقيا وموجودة في آسيا وموجودة في أمريكا. هذه الموسيقى تكاد تحصر جميع الأنغام الموسيقية في العالم، نتيجة لوجود صلاحيتها لابتداع المقامات الخماسية والمقامات السباعية. وبالتالي نحن نقول مثلا الكحال، ونقول تحرار جزء مثلا، ونقول جزء من الزراق والله كذا، هذا مثلا مقامات سباعية. فهم مقامات خماسية، كيف بعض البياض، وكيف بيجي، وكيف فاغو، وكيف كارب، مثلا هذه تآخي بين نظامين مختلفين. الكحالات مثلا عندنا مقامات سباعية كاملة، عندنا منهم يوسر، ما يسمى الزوام بالكحالات. هذه الموسيقى قائمة على تأليف موسيقي، وبالتالي هي قائمة على الوعي، تعكس الوعي الموريتاني. ولذلك وجدت فيها جميع الحرف في مسمياتها. في العزف نفسه فيه الغزل، الغزيل اللي يعدل، فيه النجر اللي هو النجارة، فيه المدر اللي هو اللي يعدل المدر، تعدل المدر، فيه الرافي اللي يعدل اسمه الزخرف، اللي يعدل الجل، فيه النقش، فيه كل شيء، مثلا فيه الحليب، فيه جميع أنواع الحرف موجودة فيه. كذلك موجودة فيه جميع رموز الحياة، كذلك موجود فيه جميع المجتمع نفسه، يعني هو يعكس حقيقة المجتمع نفسه، يعني. وهو بالمناسبة ديمقراطي، ما بين مثلا كل حد، كل فئة، وكل مجتمع، كل عادات وتقاليد عندها. مثلا عندنا السوكي، عندنا موسى السبع، هذه شوار مثلا من ناحية الوحدة العامة للفنون، تعكس الوحدة الوطنية بس. وبالتالي فهو مؤثر تأثير قوي بما يسمى، يمكن أن يكون يعني لغة عميقة، لغة للوعي. زين. طيب، هذا الكتاب الضخم الصادر لكم في الشارقة قبل عدة سنوات، هو موضوع حديثنا، معقول لا معقول في الوعي الجمعي، في المخيلة الشعبية الموريتانية نموذجا، هو أول عمل حاصل على جائزة شنقيط في مجال الأداب والفنون عام 2001 طبعا. ما هي رؤيتكم الأساسية فيه، وأهم القضايا والأفكار التي تناولتموها؟ الكتاب على كل حال هو 747 صفحة، على كل حال ما نقدر نلخصه في هذا الوقت ثمين عندكم، محاولة فقط. لكن هو في حقيقة الأمر هو محاولة لقراءة العقلية الموريتانية على حقيقتها، بدون زوائد وبدون رتوش وبدون محاولة فهمها وتنظيرها وجعلها، وضعها في قواعدها الصحيحة، وتوثيقها أيضا، توثيقها طبعا، التوثيق مهم، ولكن محاولة توثيق هذا جانب أساسي به، اللي احنا عندنا شبه الأساطير الجميل اللي لا يحاكي الأساطير اليونانية اللي أراها مملية بها، عادوا يعدلونها الأفلام ويعدلونها شيء.
هذا الكتاب قصد منه توثيقي اولا حفظ هذا النمط من الحياه اللي بدات تغزوه الاليات الالات وتغزوه وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من جهه اخرى هو نوع من محاوله فهم العقل الموريتاني حتى يفهم الانسان الموريتاني، وهو مساهمه في بناء الانسان الموريتاني من اجل تفكيك وعيه حتى يعلم المخطط، سواء كان مخطط اجتماعي او مخطط سياسي او مخطط اقتصادي او اي مخطط اخر، حتى يعلم كيف يتعامل مع هذا الانسان بما يفهمه حسب عقله وفق خصوصيته، حسب خصوصيته وحسب عقليته. انا مثلا اعزو فشل بعض المشاريع الكبرى التي كانت في فترات سابقه الى انها لم تكن تفهم عقليه من تطبق عليه، وبالتالي فهو مهم جدا. وهذا ما ليس من الدعاية للكتاب، وإنما أن الأشياء يجب أن تشخص أولا وتفهم حتى يمكن التعامل معها فيما بعد. يعني يجب فهم الإنسان من أجل التنمية. ثانيا ثمة أيضا ما يسمى بالجماليات في قصصنا وفي رواياتنا وفي حكاياتنا الأصيلة، اللي جماليات تستمد ذاتها. ثم أيضا حكمة وتكيف مع الحياة وقدرة على التكيف مع الحياة والإبداع فيها بمحيطها الضيق ومحيطها الحرج اللي صعب، أيضا كانت الحياة ناجحة فيه لأنها استطاعت أن تخلق. تحدثتم في هذا الكتاب عن أدب الجن في الثقافة الحسانية، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا ما هي العلاقة؟ أنا أيضا بسملته لما كنت أردت أن أتحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي العلاقة بين الجن والإنس في ذاكرة هذه الثقافة والمخيل الاجتماعي الموريتاني؟ شوف، هي هو درك الشعوب عندهم مجموعة من التقاليد خفية اللي تختارها التمقع مخفية تم في طار المخفي وغير المتحدث عنه، لأن فيها استفادة من بعض الأشخاص المحاذير، مثلا فيها أشخاص يستفادوا منها ماديا ومعنويا، وفيها مثلا في طي الكتمان تعتبر أسرار. عندما تنقلها من مستوى السرية إلى مستوى الدراسة توسع دائرة العقل إلى دائرة اللاعقل، وهذا هو معنى معقول لا معقول. توسع دائرة العقل إلى توسعها، حيزها، تدير فيها حيز شديد من الأشياء اللي كانت مخفية تحاول تجبر لها تفسيرها. ولذلك أنا مثلا كيف كانت الحكاية مثلا توظف الجن، وكيف كانت توظف القزانة، وكيف كانت توظف الفأل؟ هذا توظيف عملي أحيانا يصبح مثلا توظيف صحي، ما رجع ما يقعد ما يتخطى الوساخ ولا يتخطى بلد فيه نغسيل ولا يتخطى كذا، هذا وعي صحي. رجاج مثلا ما يرجع يعود تحت الخلفة الساحلية والله القبيلة الساحلية عند بعض الجهات وراء العصر، لهذا تشجع لعدم السرقة، اللي رجاج والله تلصص والله، يعني هي دائما مستجمة مع المصلحة والله العام. التوظيفات من هذا الصنف، مع أنني تحدثت في الكتاب لأنني جعلت منه كشكولا من ناحية علم الاجتماع وعلم اللغة وعلم التاريخ وعلم، حاولت أن أجعل أن أضيء الظاهرة من كل النواحي حتى لا تكون لها ظلال تخفي بعضها. مثلا هذه تحدثت عن ما يسمى بالسرداب النفسي أو المتروك النفسي، باعتباره هو ما يسمى بعالم الجن، العادات والتقاليد التي تم تركها، العادات والتقاليد الفاشلة بالنسبة للبشر، وحتى تصفية الحسابات. مثلا هنا رسالة للشيخ أحمد المختار اللزوين، وهي رسالة سياسية، لأني أنا وثقت فيه ما كتبه الموريتانيون العلماء الموريتانيون عن الجن أدبيا وعلميا فقهاء وغيره. كتاب الرجل الدادة، حكاية مولود محمد الجواد وغيرها كثير. هذه كل ما كتب عنهم وكل ما حكي عنهم، وايضا الاماكن كلها اللي مروا بها. وكذلك ايضا القزانة قمت بعمل حولها يحاول ان يعقلنها ويجعلها نظاما لغويا للتعبير، لكن نظام لغوي ما قبل اللغه اللي ما قبل اللغه طبعا. بالتالي في المتروك دائما هو هذا العالم. كيف نستطيع ان نتعاطى مع هذا العالم من جانبه الأسطوري الجمالي المدهش، لنجعل منه موضوعا للمعرفة من خلال إضاءته من كل نواحي. طيب،
الحسانية كلهجة عابرة للحدود يعني ويعني أداة وصول إلى شعوب ومجموعات كثيرة في المغرب العربي وإفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، ما هي القواسم المشتركة والأبعاد الأنثروبولوجية التي شكلها هذا الفضاء الجغرافي والبشري الواسع بين مصدره الأم في موريتانيا وامتداداته الأخرى بلا حدود؟ يعني أنا مختار نقول بعد قاعدنا أن هذا الكتاب اللي أمامنا أنا مثلا حدثني عنه ما يسمى بمجموعة المجموعة الحسانية، مجموعة الناطقين بالحسانية خارج موريتانيا أكثر مما حدثني عنه موجودا في موريتانيا، وبالتالي نحن هنا في البلد تلقى علينا الأنظار ويعول علينا جميع المحيط البشري في إنقاذ هذه الثقافة التي كانت سائدة، وهي ثقافة بالمناسبة ثقافة عالمية. الحسانية لهجة عربية بالأساس وهضمت كل اللغات التي كانت موجودة في المنطقة الغرب الصحراوي، هضمتها بمعنى أنها أدخلت مصطلحات تلك اللغات، مصطلح المكاني مثلا، أدخلت المصطلح الصنهاجي مثلا الذي كان سائدا في المنطقة، والزناتي أدخلته داخلها وأصبحت تتعاطى، وحتى أدخلت بعض المصطلحات الإفريقية القوميات الإفريقية الموجودة معنا موجودة في البلاد، القوميات الإفريقية الوطنية أدخلته أيضا إلى الحسانية، ولذلك فهي لديها مصادر متعددة. وأنا أتحدث عنها بأنها لغة أو لهجة شبه لغة، بمعنى أنها احتوت جميع ما احتوته العربية التي كانت متداولة هنا من علوم، فتجد فيها الفقه، تجد فيها السيرة، تجد فيها النحو، تجد قواعد النحو، تجد فيها حتى التاريخ مثلا حوادث تاريخية، مثلا تهيدينا تحكي قصة، مثلا تهيدينا اللي تحكي قصة مثلا حصار الحنيكات، حنيكات بغداد، تهيدينا سدهم اللي جرتوا، هذا مثلا نموذج، تهيدينا مثلا الصولة، تهيدينا كذا، تهيدينا كذا، صولات الثنتين، الصولة الشرقية والصولة الساحلية كلها تحكي قصة وهكذا، وبالتالي هي حوادث تاريخية تدون الحسن. الحسانية لهجة حية وقوية وينطق بها حوالي تقريبا ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في هذه المنطقة، وهي مجال حيوي ثقافي متكامل وجيد. طيب. الدكتور محمد الحضانة رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، كنت معنا لإذراء هذا النقاش وللحديث عن كتابكم معقول لا معقول في الوعي الجمعوي العربي والصورة المغيب في المخيلة الشعبية الموريتانية نموذجا، عمل قيم واستفدنا كثيرا من حضوركم ونقاشكم هذا الموضوع معنا. شكرا. شكرا لك. لا تعطوني الكتاب، لو كان يعني تركته هدية لنا سيكون. طيب مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء، وهذا تذكير بالعناوين لمن فاتته. بيت الشعر في نواكشوط ينظم أمسية شعرية ضمن مشروعه الأدبي المستمر تراتيل الأصيلة. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو تحصل على جائزة محمد بن راشد للغة العربية عن فئة أحسن مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها هذا العام. الثقافة الشعبية الموريتانية أي حضور للأسطورة وصورة المغيب في المخيال العام للمجتمع. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.